فرحتنا باسم الجواد وموسى فرحتنا فرحتنا باسم الجواد وموسى ويانا كل ما بالسماء ما بالأرض مبتشرة نحيي لأيمتنا الفرح موسى وجواد العترة ويانا كل ما بالسماء ما بالأرض مبتشرة نحيي لأيمتنا الفرح موسى وجواد العترة ونحن في حضرة الإمامين الإمام موسى بن جعفر والإمام محمد الجواد ونعيش هذه الأجواء أجواء ولادة الإمام محمد الجواد عليه السلام. وموضوع الأئمة عندنا الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يوشك أن أدعى فأجيب وإني مخلف فيكم الثقلين أو الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا من بعدي أبدا. هنئ مولاتنا فاطمة عليه السلام وإمتنا الاثنى عشر عليهم السلام وعالمنا الإسلامي كافة بولادة الإمام الجواد عليه السلام. نسأل الله تعالى بحق الإمام الجواد عليه السلام أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة وأن يوفق الجميع لكل خير إن شاء الله. نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا لتراب مقدمه الفدا وإلى مولانا أمير المؤمنين وإلى الأمة صلوات الله وسلامه عليهم وإلى علماءنا الأعلام في هذه الولادة الميمونة ولادة الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه. جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بولاية أهل البيت ومن المتمسكين بمحبة أهل البيت. فرحتنا باسم الجواد وموسى فرحتنا فرحتنا باسم الجواد وموسى وهن العالم الإسلامي والحج المنتظر عجل الله فرجه وسهل مخرجه والمراجعنا العظام بولادة الإمام تاسع الأنوار الإمام محمد الجواد عليه السلام بهذه المناسبة الجليلة. نسأل الله التوفيق. نهنئ الإمام الحجة والعالم الإسلامي بهذه المناسبة ولادة الإمام محمد الجواد عليه السلام تاسع الأئمة الأطهار. اللهم وفقنا بهذه الخدمة. صلي على محمد وآل محمد. نهنئ العالم الإسلامي ومراجعنا الكرام والإمام الحجة عجل الله فرجه بذكرى ولادة الإمام محمد بن علي الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل بهذه المناسبة أن يعيد الأمن والأمان لهذا الشعب وأن يحفظ جميع مراجعنا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. فرحتنا باسم الجواد وموسى فرحتنا فرحتنا باسم الجواد وموسى ويانا كل ما بالسماء ما بالأرض مبتشرة نحيي لأيمتنا الفرح موسى وجواد العترة ويانا كل ما بالسماء ما بالأرض مبتشرة نحيي لأيمتنا الفرح موسى وجواد العترة.